باسكو يعرفوا الجزائريين عندهم انجينيتي. قدموني رئيس القسم هذه زباغه كي وليت للجبل. سؤالي موجه للسيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. لقد استمعنا للسيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وقد أشارت إلى حق الطفل في الصحة كحق أساسي. فكيف يكون ذلك؟ وما هي التدابير والإجراءات المتخذة لحمايتنا من وباء كورونا؟ شكراً سيد الوزير. تتعلق هذه التعليمة بتنظيم وتوحيد إدارة حالات كوفيد عند الأطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية المختلفة، تذكر وتحدد المبادئ التوجيهية لإجراءات التشخيص والتكفل العلاجي لحالات كوفيد 19 المشتبه فيها أو المؤكدة للأطفال وحديثي الولادة. السيد المفوض الوطني لحماية الطفولة، تشرفين على الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في ماذا يتجلى دوركم؟ وشكرا. كما تشوفوا من تسمية الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة، بمعنى أنه دورها يكون في مجالين اثنين، مجال ترقية حقوق الطفل عن طريق أكيد وضع برامج وطنية ومحلية بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية، مع فعاليات المجتمع المدني، مع كل المهتمين والمتدخلين في الطفولة، وأيضا من بين مهامها هو تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال ترقية وحقوق الطفل.